السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، رجعناكم في حلقة جديدة من حلقة المحاكي الثلوج في حلقة 102. طبعا توقفنا في آخر حلقة في هذا المكان، الآن راح نشوف مهمتنا، المهمة الجديدة راح نشوف قائمة الاختراع مع في هذه. راح نتنقل إلى الخريطة الثانية، هذا راح نشوف في هذا مازال مغلق. اوكي، عندنا مهمتين في هذه. طيب، عندنا الحمولة الأولى راح نأخذها من هذا المكان، والحمولة الثانية راح نأخذها من هذا المكان، والحمولة الثالثة من هذا المكان. جيد. طيب، طبعا الأماكن تفترق على بعضها، يهم أقرب. اوكي، في عديد من الأماكن راح نأخذ منها الحمولات. طبعا هذا المكان وهذا المكان أقرب لهذا الموقع اللي راح نضع فيه الحمولة، يبقى لنا شيء واحد. طيب، نحتاج إلى الياجور والحديد وبراميل البنزين. طيب، هذا المصنع ماذا يبيع؟ هذا يبيع لنا الحديد. اوكي، طيب الموقع الثاني أكيد هذا اللي راح يبيع البنزين على المعتقد، براميل البنزين. طيب، هنا ماذا عندنا؟ الياجور. أوكي، الياجور هنا بريك. طيب، الشاحنة هذه عندنا، بإمكاننا الذهاب أخذ هذه الحمولة. ما بعرف. راح نشتري التريلا من هذا المكان، راح نأخذ هذه الحمولة بعدين. لكن دقيقة دقيقة نشوف. طبعا هذا مهمة أخرى. طيب، أنا اللي راح أسويها هذه المهمة، راح أقوم بالتفعيل بعدين راح نشوف. اثنين براميل وأربعة من الياجور. بما أن أربعة راح أحتاج إلى التريلا. أوكي، خلاص راح نستعمل هذه الشاحنة اللي عندنا. طيب، راح ننتقل إلى المكان هذا الأولى، راح نحمل هذه الحمولة من هنا، بعدين راح نتجه مباشرة إلى هذا المصنع، وراح نرجع إلى هذا المكان نضع الحمولة، بعدين راح نتجه مباشرة إلى هذا المكان لنحمل الحمولة الأخيرة. إيه؟ يلا، راح نلتقي في المكان الأول. طيب، الآن وصلنا للمكان الأول اللي راح نحمل فيه الأغراض الأولى. بما أننا نحن في محطة الوقود، راح نملأ الوقود أيضا. حتى نكمل بها الطريق. طبعا دقيقة. أوكي، خزانات كلها ممتلئة. نعدل على الشاحنة فقط. بعدين اوكي، كم برمي دقيق؟ اثنين من البرميل. اوكي، هذا الاولى هذا الثاني. طيب،
الآن راح نذهب لشراء التريلا ونحمل عليها الحديد. راح ننتقل إلى المصنع الثاني لشراء الحديد. طيب وصلنا إلى المكان الثاني، راح نشتري تريلا من هذا المكان. راح نشتري تريلا من الحجم الصغير، طبعا هذا يحمل 4 أغراض. اوكي راح نشتري هذا. وراح نحمل الحديد. اوكي الحديد على التريلا. راح نتأكد فقط. اوكي 1 فقط. طيب الآن راح نذهب إلى المكان ونضع الحمولة، بعدين راح نتجه مباشرة إلى المصنع الثالث لوضع شراء الحمولة الأخيرة، وهي 4 من حجر اليجور، هو حجر الأسمنت. الطريق من هذه الجهة المفروض. تقريبا وصلنا الآن، وصلنا إلى الهدف الثاني، هو الهدف الأول. أوكي هذا الحديد، هذا البراميل. الآن ما زالت 4 من الياجور، هي حجر من الطين أو مدري إيش يسموه في كل بلد. أوكي هنرجع للخلف ونتجه مباشرة إلى المصنع الثاني لحمل الياجور، بعدين راح نرجع إلى المكان هذا هنا ونسلم الحمولة الأخيرة. راح نلتقي في المصنع الثاني أو الثالث. والآن وصلنا يا شباب إلى المصنع الثالث، راح نقوم بأخذ الحمولة الأخيرة ونرجع إلى المكان الموقع لوضع الحمولة. نتوقف.
طيب ها هي حمولة، هذه الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. أوكي، الآن راح نرجع إلى نقطة التسليم. طبعا الرجوع بالخلف في التريلا صعبة جدا، هذا راح أحاول آخذ طريق آخر. هكذا نقوم بالتوسيع. دقيقة، راح نبعد السيارة. اوكي، ما علينا ما علينا، اوكي نرجع الى الشاحنة ونكمل الطريق. شغل الانوار فقط انه مثل ما بعد الشيء. ساتر، اوكي راح نرجع من حيث اتينا عن طريق شوي صعب في مناطق واجهتها بصعوبة، ولكن راح نسير فيها. أنا ما عندنا طريق آخر. أشغل الدفع الكلي. طبعا الدبلوك يظهر ما يحتاج الطريق، يعني بإمكان السير بالدبلوك. المشكلة أني ما وضعت خطة غيار، اللي هي علبة الدروس خاصة بالدبلوك البطيء والسريع، لكن في المرة القادمة راح نكون بالتعديل. اوكي، نبعد شوي على المياه حتى ما تبطأ الشاحنة تسير. داري داري من الانقلاب. طبعا المناطق أحيانا تكون جيدة وأحيانا تكون رديئة، ولكن عادي لأن الحمولة الجزور هذا خف وزن الحمولة اللي حملناها قبل شوي، يعني الحديد والبراميل، خاصة الحديد يعني ثقيل جدا. طبعا هذه مهمة وقت ما يحتاج كبيرة. راح نروح على جهة اليسار. طبعا المياه يعني تكون مخيفة قليلا في الصيف، ولكن لما يكون التيار غير قوي ليس قويا لا بأس به. عندنا مياه مع الطين مع الثلج، يعني خطر شوي. أنا مجتاز هذه المناطق قليلا. بعدين يعني مرتفع بسيط نوعا ما تشاهدوا. طبعا المهمات في هذه المدينة أوشكت على الانتهاء، وبعد هذه راح يكون باتجاه إلى المدينة الثانية، وأروح المدينة الثالثة والرابعة. لكن في مهمات على ما أعتقد راح نقوم بها في المدن 4 و3 و2، لكن حاليا لم تصادفني هذه المهمات. أحاول أقوم بإنهاء المهمات الموجودة في المدينة. يمكن بعد انتهاء من هذه المهمة راح تنفتح عندنا مهمات جديدة، وهذا جيد. أتمنى تكون مهمات هذا جيدة يعني في المدينة هذه، أو راح أضطر مباشرة للذهاب إلى المدينة الموالية وهي المدينة الثانية، ونبدأ في المهمات الثانوية قبل الأساسية. يعني إذا دخلنا المدينة الثانية راح ننهي المهمة الأساسية اللي سويناها، وبعدين راح نتوقف نبدأ في المهمات الثانوية حتى ننهي الخريطة من المهمات الثانوية، وبعد نكمل المهمات الأساسية حتى نذهب إلى المدينة الثالثة، وكذلك الأمر للمدينة الرابعة. بعدين طلعنا بعض المهمات اللي هي راح ننطلق إلى المدن 4 أو 3.
أيضا هنا شوي الأرضية غير جيدة، الخرائط ليست فيها الثلج مثل هذا، راح تجد الطرق جيدة يعني بإمكانك حتى تختصر ما بين أشجار، لكن الخرائط اللي فيها المدن الثلجية صعبة جدا أنك تختصر، حتى تعبر من بين أشجار راح تكون خسارة ليك، لأن الثلج ليست جيد في الاختصارات. يمكن لو تسير بالطريق راح تتعثر مرة أو اثنين، بعدين راح تكون الطريق يكون يعني صلب قليلا وراح تسير فيه، لكن إذا اختصرت مشكلة راح تتعرضها واللي هو الأشجار مع الثلوج التي هي عبارة عن جليد أو مهشة. أسوأ شيء أنك لما تصادف الجليد، إن الجليد ينكسر، إذا انكسر راح تغرس، راح تغرق الشاحنة، ليس تغرس فقط راح تغرق، إذا غرقت يعني صعب صعب جدا إنك تخرجها من الورطة اللي هي فيها. مع أن المدينة خريطة الثلج اللي آتية مع اللعبة راح تجدها سهلة نوعا ما، يمكن في أماكن صعب شوي ولكن سهلة، لكن المدن الخرائط اللي هي آتية على شكل DLC يعني إضافة للعبة راح تجدها أنها خرائط صعبة جدا جدا. هذا أعتذر من الجليد أولى من الأشجار، لأن الأشجار بإمكانك تساعد الشاحنة بالحبال بالشجرة والأشجار وتعدلها وتخرجها من الورطة اللي فيها، لكن الجليد إذا انكسر ما عندك ولا شيء راح يمكنها، يمكن حتى تجد شجرة أمامك تربطها بالحبل وتحاول تخرجها من الجليد، يعني احتمال تخرج واحتمال لا، راح تتطلب مساعدة من الشاحنات اللي فيها الرافعة الكبيرة يعني إذا خرجت، وإلا راح تضطر إدخال الشاحنة إلى الجراج، خاصة إذا كان الجراج يعني بعيد جدا، يعني راح تكون مشكلة لك. طبعا هذا المنطقة منطقة أخيرة فيها المياه، راح نجتازها بعدين راح نخلص المعنى. يظهر غرست، شغل الدفلوك، دفلوك جيد، تحركت، خرجها برك العجلات تكون مرتفعة على مستوى الأرض. أوكي خرجت نوعا ما، نغلق لأن الدفلوك ما يخلي العجلات يعني تلف الأرض حتى تحتفر حتى تحفر تحتها، لكن لما تنزل الدفلوك راح تكون في عجلات يعني ليست عليها ضغط كبير، فلهذا راح تلف لفة بسرعة فائقة ولهذا راح تحفر وتغرس الشاحن. أنا الشاحن إن الدفع كله يعتمد على عجلات كاملة، إذا كانت العجلة بعجلة يكون صعب. السيارة والشاحنة ليس مثل بعضها، السيارة تهلك التغريس أو تورط في مكان غير جيد، لكن الشاحنة نوعا ما يعني علبة الدروس ليست سريعة، لهذا يمكن اجتازها بصعوبة ولكن جيد. أوكي وصلنا الحمولة الأخيرة. أوكي أنهينا المهمة، نغلق على المحرك. الآن راح نشوف شو طلع معانا. أوكي عندنا هذه مهمة، راح نأتي بالأخشاب، اثنين من الأخشاب المتوسطة وخشب واحد طويل. أوكي طيب هذا هو اللي بقى في هذا المستوى في هذا المكان. وهنا عندك مهمة مغلقة، هنا عندك مهمة واحدة واللي هي راح نتوجه مباشرة إلى المدينة الثانية.
يعني باختصار راح نسوي هذه المهمة الأخيرة في هذه المدينة، بعدين راح نتوجه مباشرة إلى المدينة الثانية. يعني ما زالت حلقة واحدة ونتجه إلى المدينة الثانية. طيب بالمهمات الثانوية يظهر ما عندنا، مثل ما تشاهدون عندنا إلا مهمات فيها الوقت، لكن ليست عندنا المهمة الثانوية. يعني باختصار ما زالت مهمة واحدة أساسية في هذه المدينة، بعدين راح ننتقل بالمهمة الثانية أو المهمة الأساسية الثانية في حلقة 104 على ما أعتقد، 104 ننتقل نسوي مهمة أساسية، ولكن راح نذهب بها إلى المدينة الثانية. طبعا هذه حلقة اليوم، أتمنى عجبتك الحلقة، لا تبقى علينا باللايك والاشتراك، دمتم في رعاية الله، تنتظرونا في حلقة جاية إن شاء الله، سلام.